Yo, what's up tout le monde, marhabikoum, c'est Draco and welcome to another video. Video هذه بالرسم مش كون very special. علاش؟ الخطر القطعة باش نوريها لكم توا just a great قطعة بالرسمي حاجة ياسر مزيانة. قعدت أيام وأسابيع وأشهر نلوش كيفاش وأخيرا لقيت الحل. والقطع هي الإلغاتو HG60S. خليني نفسركم الوضعية عن جنرال. القطع هذه تخلقت ولا تصنعت ديجا باش تريكوردي الفيديو جيمز من الكونسول ولا حتى من البيسي ومجعولة على الكونسول نيو جين أو على الكونسول بتاع كورين جين أز PS4 الإكس بوكس 1 إكسترا من الكونسول. يعني بار إكزامبل إذا كنت تحب تستريمي ولا تريكوردي ديجا نبداو بالريكورد. إذا كنت تحب تريكوردي جيم بلاي من PS4 إن شاتر 4 بار إكزامبل ورك ثرو تحب تريكوردي على البيسي تستعمل القطعة هذه توصل تريكوردي لك حتى تكشي 1080 60 FPS which is good. يعني تعطيك فول كواليتي بليس ما ترمي لك الجملة وما فماش لك جملة. هذه زادة سورتو كونسرنو اللايف ستريم يعني تنجم تستريميها يعني تستريمي جو على البي اس 4 بالقطعة هذي على البي سي. نعرفوا الجمال اللي عندهم بي اس 4 والاكس بوكس كي تجي باش تستريمي سورتو على البلاي ستيشن فما تمبليت معينة اللي مدوها لك البلاي ستيشن يعني هذيك جست تحط فيس كام الفوق وكل كومنتير تحب تافيشيهم ولا لا. بار كونتر بالقطعة هذي تنجم تلعب الجو على الاكرون تاع البي سي نتاعك بالمانيت بي اس 4 وتحط التمبليت اللي تحب عليه انت يعني كوم سي قاعد تلعب فيها على البي سي. يعني تحط الويب كام نتاعك العاديه نتاع البي سي وتشات كيما انت تحب والدونيشن لي لوجو نتاع سبونسر نتاعك اكسترا اكسترا. سو هذه المين ريزن علاش القطعه هذه صنعت ياسر مزيان باش تستريمي بها تريكوردي بها. لكن قلت يا با لونتون حبيت نعمل سيري على لي جو القدوم الكل وباش يكون اسمها ايام زمان. باهي خليني نفسر لكم حاجه. القطعه هذه كي تجي باش تجيك مع الكابل نتاعها اللي هو 3.0 اللي يركب في البي سي يعني بهاي سبيد على الاخر ترانسفير نتاع الانفورماسيون وبيان سور مع كابل HDMI واحد وانت تنجم تشري كابل واحد اخر خاطر فيها الان والاوت زوز HDMI. باغ كونتخ اذا كان تحب تستريمي ولا تريكوردي جو دي بيان تستريمي ولا تريكوردي اي جو من اي كونسول في التاريخ انفان بغيف اي جو من اي كونسول من الالغاتو HD60S فما زوز قطايع لازمك تشريهم ورخاص مهمش غاليين معرفش متوفرين في تونس ولا لا محل لوشت ما لقيتش حاجة كلي بالرسمي باهية لكن شريتهم من اي باي. ريتوها القطعة هذه ماستر بيس صدقوني ماستر بيس. علاش فيها سورتي انبوت الانبوت RCA از البلاي ستيشن 1 از الاس ناس ناس الاخ من لي كونسول RCA والاوتبوت سي HDMI. يعني تدخل الكونيكسيون RCA تخرج في الاوتبوت HDMI والحاجة الطيارة اكثر هو انه عندك شوا لهنا ما بين 720p وما بين 1080p يعني تحب تحطها HD والا فول HD. وبيان سور القطعة هذي مش تطبل وبيان سور القطعة هذي مش باش تتطلب منك كابل مش موجود. الكابل بيان سور موجود هو اي كابل لك الميني تلقاوك حتى في الشارجور تاع التليفونات ديجا هو يجي مع الكابل هذا فوالا هوب سي بون يو اس بي جوست للباور للقطعة هذي معناتها جوست باش ترانسفير نتاع الضوء هكا. غراس القطعة هذي يعني تدخل الكونسول ديزون بلاي ستيشن 1 تدخل RCA تخرج HDMI من HDMI هذايا تمشي للإين الجاتو تخرج HDMI out وتمشي للإكران ولا للبسي which is واو مش نورمال. فما السوفتوير لازمك تهبطو نتاع ال HD60S لازمكم تهبطو على البي سي خاطر السوفتوير هذايا هو اللي يخلي لك انك تو سيليكسيون الكونسول شنو مو سيليكسيون لي كاركتيرستيك يعني الريزوليسيون الكواليتي اكسترا. يعني تنجم حتى تستريمي ديريكت من السوفتوير هذاك يعني حاجة مهمة على الاخر لازمك تهبط السوفتوير. باغ كونتخ فما دي كونسول از البيس 3 البيس 3 تسماش قديمة برشا بارابور البلاي ار تسمى معنتها جديدة كومان فيها جي تي 5 وفيها جود اوف وور وكل لكن بوسيبل انك تخدمها بالاي جي 60S لكن لازمك قطعة اخرى اللي هي زادة رخيصة مش غالية. باي ذا واي الميني القطعة هذيا سي بريسك 8 دولار في الاي باي يعني تونس قيت العكس قيت يعني انبوت اتش دي ام اي وسورتي ار سي اي يعني شكون يحب يعمل حاجة كيف هكا وقيتها ب 70 دينار معناها. كونتخ اذا كان تحب تلعب ولا تستريمي ولا تريكوردي دو جو على البلاي ستيشن 3 نتاعك لازمك HDMI switcher. HDMI switcher هذا هو اللي باش تبرانشا من PS4 لل HDMI switcher من بعد للإلغاتو HD60S. كيف القطعة هذه موجودة في الاي باي ولا في الامازون تنجم تشريها وفيها أربعة انبوتات خمسة فما خمسة انبوتات
5 inputs وفما تو سيليكسيون انت لهنا ولا يعطيوك معاها كوموند صغيره وين انت تنجم تختار الانبوت نتاعك انا سيليكسيوني وبيان سور معها الكابل داليمونتاسيون نتاعها ومع خيوطها كل ديجا حليتها سبيسيالمون الفيديو هذا مسيت كيك ما نديتهم ديجا القطع تو بعد ما اوريكم القطعه الاتش دي 60S من غير ما نستلمي بها على البي اس 4 على الاكس بوكس 1 خاطر سهل على الاخر جوست برانشي دو كابل تبرانشي بالبي سي تو سيليكسيون بي اس 4 في السوفتوير نتاعك اند هير وي جو تنجم تستريمي وتنجم تريكوردي بار كونتر في لي كونسول اللي قدام از الاس ناس والبلاي ستيشن 1 اللي باش نوريه لكم توا فما استيوس صغيره يعني كونسيرنو القطعه هذه صغيره يعني كيفاش البرانشمون يصير غادي كوين نجم تريكوردي وتستريمي الو فوالا يا جماعه بعد ما صار كل برانشمون في بلاصتو وكل قطعه في بلاصتها كيما تراو لازمكم تحلوا السوفتوير نتاع الجاتو اتش دي 60S تلقاو على السيت اوفيسيال نتاع الجاتو غادي كوين تنجموا تكابتوريو الفوتج اللي جاي من الاس ان اس وتنجموا بيان سور تتحكموا حتى في الكواليتي 720 60 اف بي اس ولا 1080 60 اف بي اس ولا تخليوها ريزوليسيون ستاندر كور الحاجه الباهيه في هذا كله هو انه تنجم تستريمي حتى من السوفتوير نتاع الجاتو تقد لي باراميتراج نتاعك الكل وتبدا امورك سنك. Stream ولا record هذا الكل موجود كيف كيف في السوفتوير حيح فما بروبليم تاع دي كولور لكن سيغمون من لي كابل والا كلكو بارامتراج موجودين في السوفتوير سوفال يا جماعة لهنا وصلنا اخر الابيزود جيسبر عجبتكم الابيزود هذايا بالرسمي قطعة قطعة ياسر طيارة ما عندها اي واحد يوتيوبر ولا ستريمر حاشو بالقطعة هذي ولا حتى اذا كان يحب يركورد يروحو ما عندها ما فما عبيد تحب تركورد يروح دي جيم بلاي ولا دي ورك ثرو ولا حاجة برسمي انصحكم بها راهي ماستر بيس نجم تركوردي اي حاجة اي فوتج من اي كونسول تو حطوا لي في لي كومونتير كيسكو فيزون بونسي من القطعه هذه اسكو عجبتكم ولا اسكو تشريوها ولا تنساوش فرقع اللايك باتن جاست فرقع فتقها من بعضها اللايك باتن واهم من هذا الكل السبسكرايب باتن تريم لاخذتوا 100000 يا جماعه يا رود لل 100000 قبل ما تحطوا سبسكرايب ولا بيتو كي تحطوا سبسكرايب تنساوش النقوص هذاك تسليكسيونيو النقوص باش اي لايف ستريم ولا اي فيديو جديده تجيكم نوتيفيكيشن ونقولوا لك مرحبا بيك في النوتيفيكيشن ارمي سينو نقولكم على بخشين باي باي بالله لحظه برشا عباد قاعدين يسالوا فيا الغنيه اللي قاعد تحط فيها ديما في الاوترو شنيا راني المره 8 ملايين ولا 9 ملايين قلت لكم راني شنو اسم الغنيه تلقاو اللينك في الديسكريبشن فور ذا لاست تايم بليز والحاضر يعرف يعني لايك